السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع مميز للربح العملات الرقميه. هذا الموقع بيدفع على المحفظه الوسيطه فوسيت بي بمجموعه من العملات مثل الدي جي بايت، لايت كوين، بيتكوين او غيرها. طبعا اصدقائي، موقع مميز، الحد الادنى للسحب منه بسيط، ممكن توصلوا خلال 5 دقائق اذا تتابعت الخطوات اللي رح نشرحها خلال هذا الفيديو. طبعا اصدقائي، هذا الموقع بيشتغل من فتره زمنيه طويله، يعني بعتقد من 2019 او 2018 انا بعرفه. طبعا فيه حوالي 100,000 مستخدم، وهذا شيء كثير كويس، دافع 4000 دولار تقريبا على المحفظه الوسيطه فوسيت باي، وهذا شيء مميز. وكان يشتغل قبلها على محفظه كان اسمها فوسيت هوب، لكن هلا حاليا هو مستمر على الفوسيت باي. طيب خلال هذا الفيديو رح نشرح هذا الموقع بشكل سريع، وكمان نقدم اثبات سحب منه بوحده من العملات الرقميه على المحفظه الوسيطه فوسيت باي. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بعد الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل رح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط موصلة، هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه في لينك مباشر، يعني ضغطتين اخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحه. انت بتروح على كلمه ريجستر او التسجيل هاي اللي هون وبتضغط عليها. طبعا اصدقائي، الموقع بيقول لك حط الايميل الخاص فيك هون، يفضل يكون جيميل، حط اسم مستخدم باللغه الانجليزيه، حط باسورد، عيد الباسورد، نزول حل الكباتشا، روح كلمه ساين اب، بيكون صار عندك حساب. طبعا الموقع رح يبعث لك رساله تاكيد على البريد اللي سجلت فيه مشابهه لهذا النموذج، تروح على كلمه كونفيرم ايميل ادريس. طبعا بتجي بشكل عام بالبريد الوارد، بتاكد هذا الايميل عن طريق الضغط على هي الرساله، بتفعل حسابك وبصير جاهز للربح هذا الموقع. بعدين بتسجل دخول على الموقع بشكل طبيعي من كلمه ساين ان او لوج ان، ايميل، باسورد الخاص فينا طبعا، بنحل الكباتشا وبنروح على تسجيل الدخول. طبعا اصدقائي، هاي واجهه الموقع من الداخل. نحن بنجمع شيء اسمه توكن مثل ما قلنا، وهي التوكن بنسحبها بالعملات الرقميه على المحفظه الوسيطه فوسيت باي. مثل ما كنتم ملاحظين موجود دي جي بايت، الدي جي بايت ما في حد ادنى للسحب حاليا. طبعا احيانا بيغير بهي العملات، لكن بقيه العملات بيتكوين، لايت كوين، ترون، حد الادنى للسحب هو 1000 نقطه. طبعا بتوصل لهم بشكل سريع او 1000 توكن. انا منين بدي بلش اجمع هاي التوكنات؟ عندي هون مجموعه من الطرق. اول وحده هي فوسيت، شايفين اصدقائي، او الصنبور، بضغط عليها. طبعا اصدقائي، نحن بيكون لسه التجميع هون كله داخل هذا الموقع. هذا الصنبور بيعطيني 100 محاوله، شايفين اصدقائي، انا مستخدم منهم حوالي 20 محاوله يوميا. انا بشتغل على هذا الموقع من المواقع المميزه. بين المحاوله والثانيه 1 دقيقة 60 ثانية فقط لا غير، بيعطيك 40 توكن، وهذا شيء كثير كويس. بنزل لهون بحل الكباتشا، شايفين اصدقائي، شيء جدا سريع وربح سهل. بعدين بحل الانتي بوت من اليسار لليمين، هي اول كلمه، هي ثاني كلمه، هي ثالث كلمه. بنزل لتحت على كلمه collect your reward، بضغط عليها، طبعا كسبت قيمة هذا الصنبور او هذه المطالبة. شايفين اصدقائي، بعد دقيقة او بعد 60 ثانية، شايفين العداد الرقمي متعد هون، فيني ارجع طالب واكسب منه، نقصوا عندي هون الكليمز. شيء جدا سهل. تمام، في عنا طرق ثانية للربح، في عنا هون اوفر وول او العروض، بضغط عليها. موجود عرضين اصدقائي داخل هذا الموقع. العرض الاول اللي هو بيتس وول، هي عروض بسيطه سهله. طبعا العرض الثاني هو عرض جدا مهم على شكل استبيانات، هو سي بي اكس ريسيرش. بتروح على كلمه فيو، بتشوف اذا متاح عندك، ممكن يكون العرض بربع دولار او نص دولار، لكن للاسف انا المنطقه الجغرافيه الموجود فيها غير متاحه فيها. شوف اخي الكريم اذا متاح عندك سي بي اكس ريسيرش، من اهم الاستبيانات اللي بتتفاعل ممكن تكسب منها. في عندنا كمان طرق ثانيه للربح، في عندنا هون فيزيت سايت او مشاهده الاعلانات، بضغط عليها. طبعا موجود مجموعه من الاعلانات، كل اعلان بقيمه معينه. هذا الاعلان مثلا ننزل لواحد سهل، هذا ب 20 توكن بسبع ثواني، بروح على كلمه فيو ادز. طبعا بيفتح معي الاعلان بصفحه ثانيه، عداده رقميه بسيطه حسب كل اعلان، بيعطيني بعد كباتشا، بحل كباتشا. طبعا حليت اوتوماتيك، بروح على كلمه فيريفاي، بسكر الاعلان طلع لي وبكسب قيمه هذا الاعلان. شايفين اصدقائي، اخذت ال 20 توكن، بتابع بقيه هاي الاعلانات بكسب منها. في عندنا كمان شورت لينك او روابط مختصره، بضغط عليها. طبعا اصدقائي، موجود مجموعه من الروابط المختصره، حوالي 32 رابط حاليا داخل هذا الموقع، وهذا شيء كثير كويس، قيمتهم حوالي 3400 توكن، وبيعطيك كمان انرجي، الانرجي فيك تصرفها بالاوتو فوسيت. تمام اخي الكريم، طبعا انا شرحت مئات المرات كيف تتجاوز الروابط المختصره على القناه، شيء سهل. يعني شوف اخي الكريم، انت لازم يكون صار عندك فكره سابقه عن هاي الروابط المتصله، شوف السهل منها تجاوز وكساب قيمته، الصعب اتركه لا تشتغل عليه. في عندنا كمان من كلمه ريفريل، في عندنا رابط الاحاله من وزارة الاصدقاء لنستفاد من هذا الموقع بشكل افضل، وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء.
مشان نزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع. طيب هلا كيف بدنا نسحب الموقع حتى نثبت مصداقيته؟ روح على كلمة داشبورد. مثل ما ملاحظين اصدقائي معي 1200 توكن، بنزل لتحت بختار العملة اللي بدي اسحب فيها. مثلا اختار انا عملة اللايت كوين، بضغط عليها هيك، معي 1219 توكن، بيطلعوا 8000 ساتوشي لايت كوين. فيني اختار الديجي بايت، مثل ما قلنا بالبداية هي ما فيها حد ادنى للسحب حاليا، تمام؟ لكن انا موجود معي 1200، راح اسحب لايت كوين 8322 ساتوشي. بنتقل للفوست باي، بجيب عنوان محفظتي اللايت كوين، مثل ما قلنا هذا الموقع بيدفع على الفوست باي، باخذ العنوان نسخ، برجع للموقع، طبعا بحط العنوان هون بهي الخانه، والت ادرس بحط العنوان فيها، وبروح على كلمه ويزدرو او سحب هاي اللي هون، بضغط عليها وبنتظر تحميل الصفحه. طبعا اصدقائي الموقع كاتب لي جود جوب، يعني عمل جيد، دفع لي 1219 كوين، مثل ما قلنا بيطلعوا هني حوالي 8000 ساتوشي لايت كوين. برجع للفوست باي، بحدث صفحه الدفعات حتى شاهد الدفعه. تمام اصدقائي هاي هي 8321 ساتوشي لايت كوين. هذا هو الموقع، اسمه كليم ساتوشي نورمال بيمنت 30 ديسمبر 2021، موقع مميز سهل بسيط، ما بحاجه لاي خبره، رح تربح منه بالتاكيد اخي الكريم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا، فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.